تقول على أن ملك المغرب هو إله المغرب، وهذه هذه هذا شيء كلام فظيع، كلام بشع. فالمغاربة لا يعبدون الملك، والملك ليس إلها للمغاربة، هذا تكفير لحوالي 40 مليون مغربي. يعني إذا كان الملك إلها للمغاربة فالمغاربة عبيد لإلههم وهم يعبدونه، وهذا تكفير للشعب بأكمله. ومن قال لأخيه يا كافر باء بها أحدهما، هذا فظيع جدا. لا أحد في المغرب يعبد الملك، الذين يقبلون يد الملك يقبلون يده عن اختيار، عن طواعية. الملك يسحب يده بقوة، ماذا تريدون إذا كان هناك من يحبه أو إذا كان هناك من يتملق إليه ويتودد إليه لهدف ما، رغبة أو رهبة، فهذه قضية ذلك الذي يقبل، وليس القضية قضية الملك. إذا كان الملك، إذا كان هناك مواطنون مغاربة وهم موجودون يقبلون يد الملك، فهل يعني ماذا أقول لكم؟ هل أقول لكم إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقبل يد الملكات ويد أنا رأيته يقبل يد صديقة هولندا؟ فدعونا من فضلكم، لا نتحدث عن الأنفة وعن النخوة، وعن رأيته يحدث عفوا يقبل يد ملكة بريطانيا، يعني يقبل يد الممثلات، يقبل. فهذه هي المفارقة، هنا المواطن يقبل يد الملك، إما يعني أنه يعتبره أولا الملك، يعتبره من سلالة سلالات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، من العائلة الشريفة، يقبله بهذا الاعتبار. لكن أن يقبل رئيس دولة يد امرأة صديقة عشيقة لرئيس دولة مستعمرة، هذه قضية فضيحة جدا. بل رأيت هناك من بعض الجزائريين من يقبل يد هولندا نفسه. فلا يمكن أن نتوجه في هذا المسار، نحن وأنتم وأنتم ونحن، ولا تراشق بالكلمات عبر الإعلام. لا، هذا الأمر لا نقبله ولا نريده، والشعب الجزائري يعني حبه في دمائنا يجري مثل الكويريات. لا تحاولوا معشر البوليس الجزائري أن تلعبوا هذه الورقة المكشوفة. من جملة أيضا ما رأيت أن هذه القناة الساقطة تتهم المغربيات الشريفات والشعب المغربي، تتهمه بممارسة البغاء، وأن السياحة سياحة جنسية، وأن السعودية بؤرة الفساد. يعني كمن يصور أن الشعب المغربي في وجدة وبركان والناظر وفي السعودية، وهذه الأسر العريقة والمسلمة التي تنزل إلى الجبال والسواحل والبحار، في هي يعني أسر منخورة وأسر لا أخلاقية وأسر، يعني هذا شيء فظيع جدا. هذا اتهام بالفساد للشعب أيها الناس، اتهام للأمة، هذا قذف يعني من الناحية الشرعية. وطبعا أنا سأتحدث من الناحية الشرعية هنا، وأعلم أن قناة النهار الجزائرية لا تملك ولا تقدر، لا تستطيع أن تأتي بعالم واحد، عالم بمعنى الكلمة، عالم بمعنى الكلمة، يرد عليه، لأن أي عالم لا يمكن أن يرد عليه، لأنني لم أقول أي شيء يستحق أن يرد. لا أقول هذا لأن الجزائريين أو لأن الجزائر ليس فيها علماء، معاذ الله، لا أقول الجزائر فيها علماء شرفاء وأكفاء، ولا يمكن أن يأتي أحدهم يرد بالباطل على كلمة حق. لذلك لم تجد هذه القناة إلا هذا طمس الدين الذي لا يحسن أن يركب جملة مفيدة. يعني من العار، كل العار، أن تأتي قناة تلفزيونية برجل أمي. أنا أقول لكم طمس الدين رجل أمي تماما، لا يحسن الكلام إلا في ثقافة ما تحت الحزام، إلا في ثقافة النسوان، وفي ثقافة، يعني أنا لم أرى يعني المعرة مثل أن تأتي قناة بشيخ بين قوسين ليمارس القوادة على شاشة التلفزيون. من أراد أن يتزوج بامرأة طويلة عريضة فله أن يذهب إلى مدينة تلمسان أو الجزائر لست أذكر. من أراد امرأة يعني تحسن إلى ضيوفه فعليه أن يتزوج بامرأة من عنابة أو قسنطينة أو لست أدري. هذه قوادة، يعني هذا هو المستوى، مستوى المشيخة ومستوى العلم ومستوى الإعلام. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يجب أن تستحيوا أيها القائمون على هذه القناة. يعني لذلك أنا أقول سأحدثكم من الناحية الشرعية وأنتم لا تفهمون الشرع.
الشعب الجزائري، علماء الجزائر سيفهمون ما أقول. عندما تقول تقولون الشعب المغربي يعيشون في مستوى السياحة الجنسية، وأن هناك يعني عهر ودعارة، العهر والدعارة موجود في العالم كله، هو يعني هذه ظاهرة عالمية، آفة خلقية عالمية. لكن أن تتهموا المغاربة كلهم بهذه التهمة، هذا قذف لأربعين مليون، قذف. القذف، الله يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. يعني أنتم مطالبون الآن شرعا، محكوم عليكم شرعا بالجلد، ثمانين جلدة على قذف كل مغربي، أربعين مليون مغربي مضروبة في أربعين في ثمانين جلدة. أنتم يعني ستحتاجون إلى عصي الغابات العالمية والجلد العالمي لكي تجلدون، يعني شيء فظيع جدا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى يعني الصورة يعني مضحكة، حينما تأتي الكاميرا الجزائرية لتلتقط صور من الأحياء القصدير من الدار البيضاء مثلا، يعني هل هذا هو المؤشر على تخلف المغرب وتقدم الجزائر؟ لا. يعني الأحياء الصفيحية موجودة في جنوب إفريقيا، ولا يمكن أن نقول إن جنوب إفريقيا كدولة هي متخلفة عن الجزائر. توجد هذه المدن الصحيفية القصديرية أو هذه الأكواخ، توجد في البرازيل، توجد في المكسيك، توجد في الهند، توجد في الصين، يعني من الدول العظمى الآن على المستوى العالم. فهذه هذا ليس هو المؤشر. المؤشر هو يعني